السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم مهندس أحمد. في هذا الفيديو حندرس كيفية تصميم هذا الشكل باستخدام برنامج سودورك. فأول شيء نمشي للفايل نيو ونختار رسم القطعة اللي هو بارت. نبي نرسم، نبدأ بالجزء السفلي هذا اللي هو الشكل الأسطواني المجوف، فنختار رايت بلين، هو أحسن سطح أو مستوى نختاره. سكتش، نرسم دائرتين كيف ما واضح أمامكم، لأن شكل أسطواني مجوف. دائرة خارجية قطرها 60 ودائرة داخلية قطرها 32. فالدائرة الخارجية اللي هي عبارة عن 60 ودائرة الداخلية عبارة عن 32. كويس، ونضغط اوكي. طب ندرس اكسترود. اكسترود بمسافة شنو؟ بمسافة 50، لكن يكون مش من جهة واحدة، يعني يكون كيفك، يعني من هنا لعند هنا، نبي يكون من جهتين متبلين ومسافة 50 مليمتر، ونضغط اوكي. كويس، توني بنرسم الشكل الثاني هذا اللي فوقه، فنختار نفس الشيء اللي هو رايت بلين، ندير سكتش نورمال 2 ونرسم سنتر لاين. سنتر لاين ونرسم الشكل متاعي اللي نبيه. نرسم الشكل هذا، او عفوا نرسم، نختار لاين، نرسم، نرجع للنقطة هذه باش نرسم قوس، لا مش قوس، بالكيفية هذه. أيوة بالكيفية هذه. كويس، نختار علاقة بين القوس والخط هذا ونديرها تانجنت. طبعا من جهة تانية نديرها تانجنت، يعني مولا تمام. كويس، ندير ميرج بين النقطة هذه والنقطة هذه، يعني يجمعهم جوج مع بعض. تمام، نختار النقطة هذه والنقطة هذه والسنتر لاين، بضغط على كنترول تختارهم كلهم، ديرها شكل سيمتريك متماثل. كويس، نختار الدائرة هذه الخارجية، نضغط عليها وندير convert interest، يعني حولها لكأنها شنو، كأنها دائرة كحلة كيف تظهر لكم أمامكم. تحت التريم في سهم، نديرو extend entries لشنو، للخط هذا وللخط هذا. تمام، تو ناخذ الخط هذا والدائرة ونحدد الدائرة وندير تانجنت. نفس الشيء الخط هذا والخط والدائرة ندير تانجنت. ممتاز، تو نختار المسافة بين السنتر الدائرة هذه والسنتر الدائرة هذه وليكن كيف ما واضح أمامكم 80. ممتاز، الدائرة هذه قداش كيف ما واضح أمامكم، دائرة قطرها أو نص قطرها، نص قطرها قداش، نص قطرها 20، نص قطرها 20. تمام، مازال حاجة واحدة، نختار النقطة هذه والخط هذا ونديرها كوينسيدنس. مازال حاجة تانية الأخيرة اللي هي المسافة من هنا لعند فوق اللي هي 60، يعني من الخط هو لعند نهاية الدائرة من فوق قيمتها 60. نختار الخط ونضغط على الشيفت ونرص على نصف قطر الدائرة وندير 60، نضغط موافق. ممتاز، توا نمشي للفيوتشر، ندير اكسترود بيس. اكسترود بيس لشني؟ اكسترود بيس لهذه وليكن، طبعا هو يمشي من جهة واحدة، فاحنا نديرو بالجهتين، نديرو ميد بلين. والمسافة قداش؟ طبعا كيف واضح أمامكم اللي هي 50، يعني مش هغير فيها شيء، 50. ندير موافق. كويس، نختار نفس السكتش هو اللي درته وندير اكسترود بيس لشني، لهادي وهادي. طبعا يكون ميد بوينت ايضا او ميد بلين. طبعا قداش المسافة متاعها؟ 15، مسافة 15 مليمتر، ونضغط موافق. تواني رسمت اغلب الاجزاء، مازال التجويف الداخلي هيكي والتجويف متاع الاسطواني من هذه. باش نديرو التجويف الاسطواني هذه، نختار السطح هذا وندير سكتش نورمال 2، نرسم دائره. طبعا نجي على السطح الدائره هذه باش يبين لي الدائره هذه، باش يبين لي السنتر، ونرسم دائره. الدائره نص قطرها، دائره او قطرها، الدائره قطرها 20.
نمشي للفيوتشر ندير شنو، ندير اكسترود كات قطع. بامكانك تسحب هذا السهم الى الاخير او بامكانك تدير ثرو اول، يعني مش مشكله، او اب تو نيكست، حتى اب تو نيكست حتى هي صحيحه وندير موافق. هيك جوف لي الشكل نتاعي كويس، مازال تو التجويف الداخلي هذا. شو نديرو؟ نمشو للفرونت بلين وندير سكتش، بعدها ندير نورمال تو، نرسم باختيار الكورنر ريكتانجل ونرسم مستطيل بهذه الكيفية. طبعا المسافة هذه اللي هي هذه المسافة هذه قديش قيمتها؟ قيمتها 50 ناقص 25 تقسيم 2، يعني 50 ناقص 25 عبارة عن 25، 25 من جهتين معناها 12.5 12.5. إذا المسافة هذه 12.5، طبعا مش ما نديرهاش جهة تانية لأن خلاص حددتها من جهة واحدة. المسافة هذه كيف واضحة لكم في الرسم 25، وطبعا الطول متاعها كيف ما واضح أمامكم اللي هو 45. تمام، كل شيء محدد لأن لونه أسود. ونمشوا للفيوتشر ونديروا إكسترود كات. لاحظ أن كيف دالي من جهة واحدة، لكن حين بديروا من جهتين فنديروا ميد بلين، قص من جهتين. وهذا هو الشكل متاعي، ندير يعرضه لي آيزومتريك. هذا هو الشكل متاعي، بإمكاني نحدد لون معين، نختار البارت ندير لون وليكن هذا اللون، ندير موافق ونحفظ الشكل متاعي في أي مكان يعجبك عن طريق الضغط على فايل ثم سيف آز وتحفظها في أي مكان يعجبك. في الختام أعطيني لايك الرجاء، الضغط على لايك وكومنت وشير، تفعيل الجرس وما إلى ذلك، وشكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.